وشملان يوم قلت سالفة لبنان قال بروح وياك. كل يوم رايح الإمارات انت وياي ايش حقه بعد؟ يقول قولها على الهوى بودي معاي ابو شملان المدام عندي تبي تسمع. قالت اذا قال لك الف الو. اقول يوم شملان لا تودينا خلي قاعد بالكويت، من بيسمح لك بجازة اصلا؟ نكمل تقرير 6 مخرج. يعني قضية المعاقين وقضية الوقوف في مواقف المعاقين قضية مهمة وخطيرة. الحمد لله البعض صار فيه التزام إلا السواق، ما حد يلتزم يدور وحد يوقف معاه تقول له عيب ما يرد عليك، كفيل مال أنا وذيش كفيل مال أنت. شوفوا لكن مصيبة في المستشفيات لما تكون من الجهاز الطبي هي اللي توقف في المواقف المعاقين، عيب ولا مو عيب؟ عيب يا دكتورة، عيب يا دكتورة. عطها التقرير خلها تشوف نفسها. والله هذا خلف مستشفى مبارك موقف معاقين. شوف شفت هذه الدكتورة أو ممرضة ما أدري شنو. بالكويت